الذي عقد اليوم بخصوص فيروس كورونا. تفضل، لديك المساحة مفتوحة باسط. نعم، أحييك وحي مشاهدينا الكرام. حقيقة الوضع الوبائي داخل مدينة طبرق يختلف بعض الشيء، فبعد إعلان اللجنة الاستشارية الطبية بالحالتين الأخيرتين بالموجبة واتضح بأن هاتين الحالتين ليست بمخالطة، فهناك مؤشر يقول بأنه الوباء في سرعة من الانتشار. بدور اللجنة التسيرية لبلدي طبرق والحاج فرج بالخطبية أعلن عن اجتماع طارئ داخل بلدي طبرق وضم كل من الحرس البلدي وإدارة الخدمات الصحية وكذلك مندوب عن مديرية أمن طبرق ومراقب تعليم طبرق. وضعت عدة نقاط خلال هذا المحضر للحد وبعض القرارات الصارمة في صالح المواطن داخل بلدية، وأهم هذه النقاط هي قفل الصلاة الأفراح لمدة 14 يوما، قفل المقاهي لمدة 14 يوما، قفل التشاركيات الخاصة بالمناسبات التي تؤجر هذه الخيم لمدة 14 يوم، منع إقامة المناسبات من الأفراح والمآتم في هذه الفترة. طبعا هذه نقاط مهمة تخدم المواطن داخل مدينة طبرق وتمنع من التجمعات داخل المدينة. كذلك الإعاز للإدارات المحلية، بمعنى بأن تقليل الموظفين داخل الإدارات الحكومية والموظفين للحد من التجمعات داخل المقار الحكومية والتقليل منها. إعلام جميع الجهات الأمنية والمباحث العامة والحرس البلدي بتكثيف دوريات مستمرة بالإضافة إلى القوات المسلحة والدعم المركزي والكتيبة 104 لتفعيل قفل جميع الصالات وفق الاتفاق مع القوات المسلحة. أيضا مشاركة القوات المسلحة والشرطة العسكرية في دعم الدوريات والتي يكون مقرها الحرس البلدي. كذلك توقف الامتحانات، هذا على جانب التعليم ومراقب تعليم طبرق. توقف الامتحانات لمدة 14 يوما إلى حين بيان الرؤية وانتظار رأي اللجنة الاستشارية الطبية التي تفصل في هذا الموضوع. تخصص عيادة المنارة وعيادة المختار للكشف عن الحالات الصدرية التي تعاني من مشاكل في الصدر قبل تحويل هذه الحالات إلى المركز الطبي. هذه نقطة أخرى. أيضا قفل سوق الجمعة لمدة 14 يوما لتحقيق التباعد الاجتماعي، وكذلك تحقيق التباعد الاجتماعي في المساجد وتكتيف نقل القمامة من قبل الشركة العامة للخدمات والنظافة. دعوة الفعاليات الاجتماعية للاجتماع غدا سيكون حول موضوع المناسبات والأفراح عفوا إقامة مؤتمر صحفي يومي في المركز الطبي لإطلاع الرأي العام عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا. هذه هي كل التوصيات التي نوقشت ووضعت في محضر الاجتماع الذي عقد في بلدي طبرق اليوم بخصوص الوضع الوبائي داخل مدينة طبرق. نسأل الله السلامة لأهلنا في مدينة طبرق وليبيا عامة، ونسأل الله الشفاء العاجل لكل من هو مصاب بهذا الفيروس. نعم، شكرا جزيلا لك بطبيعة الحال بسط الفيتوري، وتمنياتنا بالحماية ربما وأن السلامة لأهلنا في مدينة طبرق بخصوص هذا الفيروس. شكرا جزيلا لك بسط الفيتوري مراسل ليبيا الحدث، كنت معنا عبر الهواء مباشرة من طبرق.